بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض كورس اندستريال بروجكت مانجمنت بالمحاضره الثالثه. كنا درسنا في المحاضرتين الاولانيين، عرفنا بعض المصطلحات الفنيه والتعريف الهامه للبروجكت مانجمنت اللي بيها حضرتك. وطبعا هنستكمل بعض المحاضرتين الجايين بنفس الحاجات ديت اللي هي المصطلحات الفنيه والتعريف الهامه اللي بيها. وقلنا ان ده في منتهى الاهميه، وارد كتير يجي لك في الامتحان نسبه كبيره من الامتحان تكون في الاربع محاضرات دول. اللي بيها ليه كمان؟ اللي بيها ان حضرتك تكون هتشارك في اي مشروع، يبقى انت عرفت المصطلحات بتاعتها ازاي وتقدر تنجح بمشيئه الله. الحاجه الثانيه ان لو حضرتك كمان حبيت تتعمق بدراسه البروجكت مانجمنت، وفي ناس كتير بتدرس الموضوع دوت ازاي تدير مشروع، يعني بتجيب كتب، بتجيب ريفرنس عشان تقرا، يبقى ده خلفيه ليك كويسه جدا انك انت تخش في هذا المجال. كنا المحاضرتين اللي فاتوا نفتكر مع بعض كده اتكلمنا عن كونستراكشن اوف بروجكت لايف سايكل، وعرفنا ازاي انتر اكشن مع بعض البروسيس جروب كمان، وعرفنا يعني ايه مشروع، عرفناه وعرفنا يعني ايه مشروع، وعرفنا كمان يعني ايه كلمه بروجكت مانجمنت المقصود بها ايه، تعريفها ايه، وعرفنا كمان قابلتنا كلمه ستيك هولدرز، وعرفنا يعني ايه كلمه ستيك هولدرز بالنسبه للبروجكت مانجمنت. وفي النهايه نهايه المحاضره الثانيه كنا درسنا مع بعض ايه الرول اوف ذا بروجكت مانجر، وعرفنا ان الرول بتاعه البروجكت مانجر ايه هي الريسبونسابيلتي بتاعته والمسؤوليات اللي عليه والكومبتنسيز، وقلنا الكومبتنسيز اللي هي الكفاءات اللي المفروض تتوفر في البروجكت مانجر، والانتربيرسونال سكيلز اللي هي المهارات اللي المفروض تكون متوفره فيه برضه، لان هو الشخص ده هو اللي بيدير المشروع، يعني هو مدير المشروع، فكان لازم نعمل فوكس عليه ونركز معاه شويه. هنستكمل المحاضره بتاعه النهارده برضه بالتعريف ونعرف يعني ايه بورتفوليو. الكلمه دي احنا قلناها في الاول خالص لما كنا بنستعرض الشابترز والانترودكشن بتاعتها والمكونات بتاع الشابتر الاولاني، وقلنا كلمه بورتفوليو دي اللي هي عباره عن مؤسسه او وزاره او حاجه ضخمه، يعني من تحتها بيحصل بروجرامز ومشاريع، والعلاقه بين البورتفوليو بقى، ونعرف العلاقه بين البورتفوليو والبروجرامز والبروجكت، هنعرف الكلام ده دلوقتي. وهنعرف كمان تاثير البروجكتس على الاورجنايزيشن، وهو المفروض ان هو طبعا تاثير ايجابي، وكمان هنعرف تاثير الاورجنايزيشن على البروجكت، هو في العكس ينفع كمان؟ طبعا لو انا عندي مشروع بعمله فاكيد تكوين المؤسسه بتاعتي ده هياثر على المشروع بتاعي، وهنشوف الكلام ده ازاي. وفي الاخر خالص هنعرف في اخر المحاضره او المحاضره الاخرانيه كمان الرابعه، يعني هنعرف يعني ايه البروسيس جروبس والنولج اريا. عنوان كده سريع دلوقتي بس كمقدمه بقوله لك ان ده هيبقى هتسهل علينا، يعني ده العناوين اللي بيها هنحط تحتيها سيكونس وترتيب معين بحيث تسهل علينا دراسه الماده وازاي ندير اي مشروع عن طريق البروسيس جروب والنولج اريا. تعالوا مع بعض بقى نبتدي بالمحاضرة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي. Organizational Process Assets OPA، اختصار لل Organizational Process Asset OPA. The definition of OPA is any or all process from the organizations involved in the project that are or can be used to influence the project's success. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى صح كده انا بعتبر عندي ان المشاريع بتاعتنا دي بتدار جوه مؤسسه او منظمه كبيره، المنظمه دي زي ما تقول كده في مكتبه بنحصل فيها او بنحط فيها كل الاوراق اللي تخص مشاريعنا، ايا كان بقى الاوراق بتاعتنا، الدوكيومنتيشن، الخطط، المراجع اللي مفروض عندنا اللي بنحفظها في المكتبه بتاعتنا. طيب these process assets include formal and informal plans. شوف كده الكلام اللي مكتوبه بقول لك عشان نضمن نجاح تاثيره ونجاح المشاريع بتاعتنا. These process assets include formal and informal plans
بوليسيز بروسيجرز اند جايد لاينز. يعني ايه الاو بي اي دي؟ وده سؤال ممكن نتساله، انكلود ايه؟ ايه الحاجات اللي المفروض تكون جواها؟ يبقى جواها فورمال اند انفورمال بلانز، الخطط المعتمده مثلا او غير المعتمده، الاثنين المفروضين يكون جوه المكتبه دي او جوه الاو بي اي اورجانيزيشن بروسيس اسيت. ايه تاني المفروض يكون جوه الاو بي اي دي؟ البوليسيز، السياسات بتاعتنا اللي خلتنا ندير مشروعنا بيها، ايه السياسه اللي اتبعت، بروسيجرز الخطوات والطرق اللي احنا مشينا عليها، بروسيجرز ايه الخطوات اللي احنا اتبعناها. لازم كل ده يبقى متوثق دوكيومنتد ومحفوظ عندنا ونحفظه عندنا احتياج من المشروع لو هنعمل مشروع تاني. طبعا مش متكرر زي ما اتفقنا، ولكن احنا بنستفيد باللي احنا عملناه قبل كده. اند جايد لاينز برضو الطرق والاتجاهات اللي احنا سلكناها عشان نحقق بيها المشروع، كل ده لازم يتحفظ عندنا في الاو بي اي. يبقى انكلود فورمال اند انفورمال بلانز، بوليسيز، بروسيجرز اند جايد لاينز. الجزء الثاني، الجزء الثاني من المكتبه عندنا انا بعتبرها زي مكتبه برضو او مكتب بيكون فيه الدوكيومنتيشنز دي كلها او الوثائق والورقيات دي كلها، انتربرايز انفايرومنتال فاكتورز، يعني الاي اي اف. تعالوا كده نقرا مع بعض ايه بقى الانتربرايز انفايرومنتال فاكتورز، ايه هي العوامل اللي بتاثر او العوامل البيئيه اللي بتاثر على الشركه بتاعتنا. ايه تاني بقيه المكتبه بتاعتنا؟ ده الجزء الثاني من المكتبه، نقرا كده مع بعض. ار اني اور اول انفايرومنتال فاكتورز either internal or external to the project that can influence the project success. برضو هي اللي بتأثر على نجاح المشروع بتاعنا، ايه هي العوامل الخارجية والداخلية اللي بتأثر على المشروع بتاعنا. تعالوا لما نعرف المحتويات بتاعتنا هنفهم اكتر الكلام اللي مكتوب ده. نقرأ كده مع بعض. EEF اللي هي Enterprise Environmental Factors. EEF includes ايه؟ ده برضو السؤال اللي ممكن نتسأل. وقول لك الـ EF includes E زي ما قلنا الـ OBE includes E، الـ EF برضو includes E. culture، الثقافة بتاعت الناس اللي اكتسبوها مع الوقت. دايما الكلام مش معنى انهم مثقفين، لا، الثقافة اللي اكتسبت مع الوقت، ثقافة الناس إيه زي ما قلنا، دقة في العمل، سرعة في الأداء أو العكس. weather condition، إيه الظروف المحيطة اللي حوالينا، الجوية اللي موجودة برضو برضه ليها تأثير على المشروع بتاعنا. government regulations، ايه هي اللوائح والقوانين الحكومية اللي موجودين فيها. political situation، ايه الوضع السياسي بتاع المكان اللي انا بدير فيه مشروع. market conditions، ده الماركت كمان، حتى السوق او التسويق، ظروف السوق اللي موجود فيها دي برضه دي من الحاجات اللي موجودة فيه. ما لا صح، لو احنا كمان بقيت الجملة الى اخره، which are usually out of one's control in the project، يعني مفيش خلافات، ما بقاش فيها حد متدخل في من جوه المشروع يقدر ياثر على الحاجات دي. ما نقدرش واحد من جوه المشروع من التيم بتاعنا هياثر على الكالتشر بتاع الناس، لا، دي خلاص سيبها مع الوقت. الظروف الويزر كونديشن، الظروف المحيطه اللي حوالينا، طب هو هيغير فيها ايه يعني؟ لا، غالبا ما فيش حد من جوه المشروع يقدر يغير عليها. ايه تاني؟ government regulation، اللوائح الحكوميه والقوانين. مين في التيم بتاع البروجكت مانجر هيغير في اللوائح الحكوميه؟ ما فيش. في حاجات اوت اوف اي كنترول بالنسبه للناس اللي موجودين عندنا في المشروع. political situation، وضع سياسي، احنا بنعمل مشروع ما فيش حد هيغير فيه. market condition، حتى الظروف اللي بتاعت التسويق، احنا مالناش دعوه فيه، احنا بنقوم بمشروع ايا كان بقى، بننتج برودكت، هنعمل سيرفيس او هنعمل ريزلتس زي ما قلنا، برامج او الى اخره. ففي الاخر مفيش حد بلقيت فيها. يبقى الاي اف عكس الاو بي اي، لا، الاي اف هنا مفيش حد يقدر من مشروعنا يقدر يتدخل فيها. حاجات لوائح حكوميه، ظروف محيطه، ماركت كونديشنز، government regulations، culture. يبقى ما اقول لك السؤال بتاعنا الـ EF includes ايه؟
يبقى حضرتك على طول بتقول لي تالت شرط ويسال كونديشن جفرمنت ريجوليشنز بوليتيكال سيتويشن ماركت كونديشن. The relationships among portfolios, programs, and projects. إيه العلاقة اللي بين البورتفوليو زي ما قلنا المحافظة أو الوزارة أو المؤسسة الكبيرة عندنا اللي هي بتشمل مشاريع وبتشمل برامج programs and projects. The relationship among portfolios, programs, and projects is such that a portfolio refers to a collection of projects. يعني العلاقة بينهم البورتفوليو عندنا هو طبعا الأكبر والأشمل اللي بيحتوي على ريفير يعني كوليكشن مجموعة من المشاريع والبرامج وفيها سب بورتفوليو برضه and operations managed العمليات كلها managed بتدار as a group to achieve عشان يحقق استراتيجية الأهداف استراتيجية. طبعا أهداف استراتيجية تخص البورتفوليو لأنه كل ده من جوه البورتفوليو. Individual projects that are either within or outside of a program are still considered part of a portfolio. يعني بيقول ان البروجكت بتاعتنا that are either ممكن تكون لوحدها او من خلال البرنامج او خارج البرنامج. يعني ممكن المشاريع بتاعتنا ممكن يكون مشروع جوه البرنامج او خارج البرنامج وهنشوف الكلام ده في الشريحة اللي بعد كده في الرسمة اللي بعد كده توضح كامل أكتر. البروجيكت ممكن يكون داخل برنامج أو خارجه ولكن لازم يكون المشروع بتاعنا يكون جزء من البورتفوليو يبقى داخل البورتفوليو يبقى البورتفوليو الأشمل لازم المشاريع بتاعتها تكون داخل البورتفوليو. تعال نشوف الكلام ده توضيح أكبر. زي ما احنا شايفين هنا كده البورتفوليو هو الأكبر واللي شامل كل اللي تحت منه شامل بعض البورتفوليو وفي ممكن مشروع يكون لوحده بس برضه من داخل البورتفوليو وشامل بروجرام وشامل سب بروجرام وشامل بعض المشاريع اللي هو تحت البروجرام وهنا في بروجكتس تانية اهي ونفس الكلام هنا السب بورتفوليو ممكن شاملة بروجكتس وشاملة بروجرام وسب بروجرام وبروجكت وبروجكت. يبقى زي ما احنا شايفين كده ان البورتفوليو هو الاشمل بس ما انا بتوضح ان البورتفوليو هو الاشمل وكله بيدار من تحتها لتحقيق اهداف استراتيجيه اما محددينها كانت المؤسسه الكبيره او وزاره او محافظه زي ما احنا اتفقنا. Project influences on organization. ايه تاثير المشروع بتاعنا بقى المشاريع بتاعتنا على الاورجنايزيشنز بقى. هل هو المشاريع احنا بنعملها للاورجنايزيشن بتاعتنا عشان ايه؟ بروجكتس درايف تشينج ان اورجنايزيشن. يبقى هو بيغير في الاورجنايزيشن. انا مش بعمل حاجه بلا هدف، لا هو انا بعمل مشاريع معينه في الاورجنايزيشن بتاعي عشان اغير فيها. نغير ايه بقى؟ فروم ا بزنس برسبكتيف من منظور العمل بتاعنا a project is aimed at moving an organization يعني بيحرك ال organization بتاعتي from one state to another state. يبقى هو المشروع بتاعي مفروض ان بيفيد او بيعمل عملية ايجابية لل organization عندي ان يحركها من state ل another state طبعا للأفضل in order to achieve a specific objectives. انا محدد المشروع بتاعي الاوبجكتيفز اللي هو المفروض من خلاله يحققها عشان ينقل المؤسسه بتاعتي او المنظمه الكبيره بتاعتي من ستيت تو انذر ستيت. طيب هنشوف الكلام ده بتوضيح اكتر. هنا الرسمه بتبين انه مع الوقت انا عندي هنا ايه البيزنس فاليو المجال العمل الكبير اللي انا شغال فيه ايا كان بقى المجال اللي انا شغال فيه كمبيوتر قطع غيار ايا كان مجال العمل الضخم اللي انا شغال فيه. انا في الاورجنايزيشن عندي هنا بيحصل ايه بقى؟ انا عندي كارنت ستيت عندي بعض المشاريع عندي والاكتيفيتي المشروع بتاعي هنا بيحركني من كارنت ستيت. طبعا شايفين هو مع الوقت بيعلى بالمؤسسه بتاعتي انه في فيوتشر ستيت بيوصلني ب ستيت اعلى طبعا للافضل. يبقى انا لو انا قلت لك وضح لي مع الرسم السؤال يعني ايه تاثير
البروجكت على الاورجنايزيشن، يبقى حضرتك بتبين لي الكلام ده انه مع الوقت انه بينقلني من ستيت تو انذر ستيت، من كارنت ستيت تو فيوتشر ستيت طبعا للاعلى والافضل. الجزء الاول عشان نفتكر مع بعض، كنا بنشوف تاثير البروجكت على الاورجنايزيشن وفهمنا ازاي وبيحركها من current state to future state، والكلام ده كان مبين حتى مع الرسم مع الوقت بيحصل ايه. طيب هو في تاثير بقى الاورجنايزيشن انفلونس اون بروجكت مانجمنت، تاثير المنظمه نفسها اللي انا فيها الكبيره دي على المشروع بتاعي اللي انا هعمله؟ اه طبعا. An organization, culture, style بتاع الorganization عندي والculture الثقافة، دايما كلمة culture أقول لك الثقافة اللي تسيبوها مع الوقت. And structure التكوين بتاعها influence how its project are performing، يعني بيخليني ان انا المشروع بتاعي ازاي هيبقى شكله ايه، او الشكل العام بتاع المشروع بتاعي هيبقى ازاي طبقا لايه، طبقا للculture والstyle والستراكشر. الثقافة اللي تسوها مع الوقت والستايل بتاع الorganization عندي، الستايل بتاعها شكله ايه والستراكشر، التركيب بتاعها ازاي، الهيكل بتاعها ازاي. organizational cultures and styles. cultures and styles are group phenomena known as culture norms which develop over time. يعني عاوز يقول الكالتشر بتاعنا زي ما قلنا هي الظواهر بتظهر مع العادات بتاعت الناس اللي موجودة عندي، بتكتسب مع زي ما قلنا which develop over time، اللي الناس اكتسبتها مع الوقت. طيب organizational structure. organizational structures range from functional to projectized. which a variety of matrix structures in between. يعني كان يعني انا عندي الاورجنايزيشن عندي تركيبها الهيكل بتاع الاورجنايزيشن عندي بيأثر كتير جدا على المشروع، وفرنج فروم ايه بقى؟ فانكشنال يعني زي ما قلنا انه المؤسسه بتاعتي او الاورجنايزيشن بتاعتي عندي بتشتغل بنظام الوظيفي، يعني زي ما قلنا قبل كده ان بيبقى عندي المؤسسه بتاعتي مبنيه اصلا على اساس مثلا علمي، على اساس فني، ايا كان بقى فني بقى ممكن يكون مهندسين، في عندي مديرين المشاريع بتاعتي، وظيفه معينه هندسه، مهندس ميكانيكي مدير المشروع فانكشنال ميكانيكي، مهندس ميكانيكي الوظيفه بتاعته يبقى مديري وظيفيين، ممكن يكون كهرباء، ممكن يكون اكاونت حسابات ماركت، ايا كان الفانكشن اللي هم متعينين اصلا الوظيفه بتاعتهم بالظبط كده متعينين كمديرين عليها، ومن خلالهم انا برضه عاوز اعمل مشروع. فده التركيب اصلا بتاع الاستراكشر بتاع الاورجنايزيشن فانكشنال، وممكن يكون بروجكتايز. ده في نوع تاني بقى من الاورجنايزيشن بتبقى بروجكتايز، يعني مبنيه المنظمه دي على انها تعمل مشاريع ويبقى فيها مدير مشروع. طبعا هنا الناس ليهم شغلهم وانت بتخليهم يعملوا مشروع وهم شغالين في الشغل الوظيفي بتاعتهم، لكن هنا لا، الناس هنا مخصصه ومؤهله ان هي تدير المشاريع بتاعتها، الناس كلها ما فيهم البروجكت مانجر يدير المشروع نفسه والتيم كمان اللي موجود معاه. طيب with a variety of matrix structures in between، يعني ايه كان ده؟ يعني في النص بقى طبعا دي الفاكشن طبعا من اسمها كده هتبين ان هي لها تاثير مش قوي على المشروع. ليه؟ لان الناس اصلا شغاله زي ما قلنا في وظائف بتاعتهم، وانا كلفتهم بشغلانه ثانيه بقى يعملها بعد الظهر، يعملها في وقت الفراغ، لكن الشغل الاساسي لا، هو مبني على حاجه ثانيه. فطبعا ده هيبقى تاثيره على المشروع قليل جدا. البروجكتايز تاثيره على المشروع هيبقى اعلى حاجه، ومن جواهم زي ما احنا شايفين كده فاريتي وذ افاريتي اوف ماتريكس ستراكشرز ان بتوين. في النص بقى في كذا ستراكشر تاني هنشوفه وهنبينه في الـ في الـ في الـ
بتوضيح اكتر بعد كده. يبقى اقل حاجه عندنا الفانكشنال تاثيرها على المشروع، واكتر حاجه طبعا البروجكتايز زي ما احنا من الشرح بيبان ان هو بقى اكتر حاجه تاثيره على المشروع ايجابي. في النص بقى ده قلنا في كذا نوع من الاستراكشر، هتشوف الكلام ده بتوضيح اكتر في الشرايح اللي بعد كده. زي ما قلنا الاورجانيزيشنال ستراكشرز بيتكون من، ممكن تكون فاكشنال اورجانيزيشن اللي مبنيه على وظائف معينه واحنا عاوزين نعمل مشروع من داخلها، ممكن تكون بروجكتايزد اورجانيزيشن ودي اقل حاجه ودي اعلى حاجه اللي هي تاثير على المشروع بروجكتايزد اورجانيزيشن. طيب في النص بقى يعني دول كده في النص، يعني الفاكشنال اضعف من الويك، الاضعف من الويك هي الفاكشنال. ويك ماتريكس اورجانيزيشن نزود شويه، بالانسد ماتريكس اورجانيزيشن نزود اكتر، سترونج ماتريكس اورجانيزيشن نزود اكتر او ما نزودش بقى. الكومبوزيت دي عباره عن دايما كلمه كومبوزيت دي معناها متداخلين، يعني ممكن نلاحظ مثلا بالانسد مع سترونج، ويك مع سترونج، في تداخل بين الاورجانيزيشن فسماها هنا كومبوزيت ماتريكس اورجانيزيشن. هنشوف بقى من الشرائح اللي بعد كده ومع الشرح اللي بعد كده هنشوف ازاي الفانكشنال وازاي البروجكتايز عشان نفهم اكتر او بتفصيل اكتر ازاي الاورجنايزيشن تتكون وازاي المشروع من داخلها كوردينيت مع بعض ازاي. هنكتفي بالجزء دوت اللي فات من المحاضرة الثالثة، بحيث ان شاء الله المحاضرة اللي جاية المحاضرة الرابعة هنبتدي ندرس بقى الاورجانيزيشن دي الاستراكشر بتاعها بيبقى ازاي وازاي بيأثر على المشروع بتاعنا من ناحيه بقوه او ضعيف زي الفانكشنال اضعفهم واقواهم. طبعا الاورجانيزيشن اللي هي مبنيه على التكوين الوظيفي بتاعها مبني على ان كل الناس مهيئه انها تدير المشروع، مصممه الاورجانيزيشن على اداره مشاريع، ودي طبعا دي اقواهم. وقلنا ان هيبقى ان بتوين اللي هم اللي موجودين دول عندنا من اول الويك ويزيد طبعا السترونج والكومز، قلنا هم متداخلين الاثنين مع بعض. هنشوف الكلام دوت ان شاء الله في المحاضره الرابعه اللي هتبقى المحاضره الاخيره اللي هنختم بيها المصطلحات الفنيه بتاعتنا والتعريف، اللي هم الاربع محاضرات دول قلنا هيبقوا من اكتر الاسئله اللي ممكن حضرتك تتسالها في الامتحانات كان ميد تيرم او فاينل نظرا لاهميتهم، وبيبين ان حضرتك فهمت يعني ايه الماده بتاعتنا اللي هي اندستريال بروجكت مانجمنت.